وللحديث عن العلاقات البحرينية الإماراتية والعيد الوطني الإماراتي نستضيف في استديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي إبراهيم النهم. أهلا بك أستاذ إبراهيم. طبعا اليوم ونحن نحتفل بذكرى تأسيس يعني الاتحاد الإماراتي، يجب أن نستذكر يعني العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين بالإمارات. طبعا علاقات لها جذور ومتجذرة وعلاقات أخوية ومتشعبة. ما يعني كيف نقرأ قراءتك لبين السطور لهذه العلاقات اليوم؟ طبعا العلاقات البينية بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية ومتجذرة عبر حقب زمنية تاريخية مختلفة، يعني كانت في زهو يعني محطاتها في عهد المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه، واليوم في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. نعم. ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد. كذلك البحرين والإمارات الآن يعيشون حالة من الازدهار في العلاقات فيما يعني ما بين البلدين الشقيقين. هناك الكثير من الاتفاقيات، التعاون المشترك على صعيد الارشيف الوطني وعلى صعيد التعاون في استكشاف الفضاء، على صعيد التراث وعلى صعيد الأصعدة الاقتصادية والبينية المختلفة. العلاقة التي تربط مملكة البحرين بالإمارات تتخطى القرب الجغرافي وتتخطى منظومة مجلس التعاون الخليجي، هي علاقة تاريخية وعلاقة تقوم على وشائج القربة وصلات الدم والقرابة. والبحرين والإمارات تتقاطعان في الكثير من الملفات الأمنية والملفات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية. نعم. ويبدو ذلك جليا من خلال السياسات الخارجية لكلا الدولتين الشقيقتين والتي تتقارب في الكثير من الملفات الاستراتيجية والأمنية للمنطقة العربية ولدول الخليج بشكل خاص. نعم أستاذ إبراهيم، اليوم أنت كمواطن يعني بحريني تشاهد مظاهر احتفالات يعني البحرينيين بالاحتفالات الإماراتية ومظاهر السعادة والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية لدولة الإمارات العربية الشقيقة، كيف ينعكس هذا التلاحم الشعبي وهذا يعني التآلف والتقارب بين الشعوب على تطور ونموها على المستوى الرسمي؟ البحرينيون أختي الفاضلة فردا فردا يقدرون دائما وأبدا مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه بلادهم. الإمارات لها مواقف تاريخية خصوصا في الملفات الاقتصادية، في التمويلات المالية، آخرها في التوازن المالي الأخير. اليوم البحرين في الكثير من البنى التحتية وكثير من المشاريع الاستراتيجية السكنية وغيرها التي يعني التي تنعكس إيجابا على حياة المواطن وحياة أسرته وأفراد أسرته وأبنائه. اليد الطولة بعد الله عز وجل هي للإمارات وللدول الأخرى المعاضدة للبحرين كالسعودية والكويت وغيرها. هذا التقارب وهذه اللحمة التي نراها اليوم في الشارع البحريني تعكس أواصر القربة وأواصر الثقة وأواصر المحبة التي تربط بين البلد. هذا أختي الفاضلة، هذه الأزاهيج الجميلة هي حق للشعب الإماراتي علينا وواجب علينا، نحن لا نتفضل فيه على أحد، بل على العكس. يعني اليوم أنا كنت سعيد وأنا أشوف اليوم في الشوارع سيارات تحمل اللوحات الإماراتية تسير جنبا إلى جنب مع سيارات بحرينية وهم يرفعون أعلام البلدين الشقيقين ويعني ويعبرون عن سعادتهم ومشغلين الأغاني الوطنية وما إلى ذلك. مشهد جميل. طبعا اليوم إحنا الصلات القربة واللحمة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر استثنائية وخاصة على مستوى العالم العربي ككل. هذه العلاقات لا تجدينها في أي بقعة جغرافية. نعم، في هذا الشكل، ونحن نعتز بهذه العلاقات. وكذلك احنا في البحرين الإعلام الوطني والدولة البحرينية دائما تشجع على الدفع بهذه العلاقات لأن تكون متسارعة وناهضة ومستمرة. نعم، الصحفي الكاتب الصحفي أستاذ إبراهيم النهم، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في الاستديو.